هذاك النهار درت تحدي وكلتو بخير الامور نزت ها؟ لا دابا شوف ها انا نضرب عندي ها انت ما باغيش تروح معاه ها؟ وليتي ما عليك عادي ماشي مشكل اوكي لا ماشي بزاف قلنا بغيت عن نسولك اش من الوقيت اللي كتبداو مثلا الخدمه في هذا الشيء اللي بغيت تجيو السوق مثلا المغرب من المغرب وانت خدام في هذه السلعه يعني من المغرب وكتنوضوا شويه بكري باش مع الفجر تكونوا هنا في السوق يعني باش توجد شنو المواطن مع الصباح يعني تقريبا البداية الاولى كتكون هنا معاش تيكون كتبداو كتبداو وهنا تيبان ليا هنا في السوق ديال تكزيرت كاين شويه اقبال على الشفنجان كاين حتى الدراري كثار هذاك الشيء هو احنا لا عند مول الطريبيش انا سير على الله هاي هذاك الشيء يا سلام حنا عند مول الطريبيش غرب العلام يغرم ياك يغرم العلام قول باش الناس يعرفوك اش من سواق يجيو عندك غرب العلام ام العنصر تكزيرت قصيبه تكون فيها شحال ديال الشفنج الكيلو لا على الثمن على الثمن الثمن 10 دراهم 20 درهم الثمن الشفنج اليوم 10 20 درهم الشفنج كيبان من الفوق ديالو ياك لا لا يا سلام انا عند حسن حسن سمية حسن ياك المهم حنا عند حسن اليوم اللي بغا الشفنج نجي مرحبا به لا 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 ماشي لايف عادي مول الطريبيش الحمراء هو وتهلا في الطريبيش عقل لا ماشي لايف لا كما يقولوا أن الصنطة اللي عند الدبان وريشة اللي عند الدبان وريشة يبغى الشطر الدبان والشطارة وأمور الدبان اللي عند الدبان يجي ميتين ريال راه الناس تودوا الاهتمام ويجيبوا الهام وكيدوا خاوي في دارة يعني جاب شباك يا خاوي عمي كي جا حيامرة أما الناس تجربوا هنا الدواء اللي عند الدبان يجربوا